دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. وخلال مباحثاته مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في عمان، شدد الصفدي على أن وقف الحرب على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا والسبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع. من جهتها أكدت بيربوك أن الحاجة الآن تنصب نحو هدنة إنسانية للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها العمليات. ومعنا من عمان السفير الأسبق الأستاذ زياد المجالي. أهلا بك أستاذ زياد، يعني نبدأ من قراءتك للمشهد عما يتعلق بالدبلوماسية الأردنية اليوم وما تحاول تحقيقه من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أسعد الله مساءكم أخي حسين ومساء مشاهدي قناة المملكة. الدبلوماسية الأردنية كانت منذ البداية نشطة وما زالت، و النقاط التي تم بحثها مع وزيرة الخارجية الألمانية حقيقة هي النقاط الأكثر أهمية والتي توافق بها حولها الجانبان، وهي عناصر مهمة. بداية وقف إطلاق النار وامتدادا لتقديم المساعدات وعدم إعاقتها، ونقاط ذات دلالة مهمة عودة الناس إلى مواقعهم وعدم اجتزاء أي شيء من أراضي غزة. كل هذه العناصر المتفق عليها، وأهم شيء الاتفاق على حل الدولتين كقاعدة أساسية وضرورية لإقامة السلام. وحقيقة يعني لاحظنا أن الوزيرة تحدثت بمبدأ مهم جدا، وعلى القيادة الإسرائيلية أن تفهم معناه ومغازيه، بأن الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين كجارين هو أمن متبادل، بمعنى أنه لا يمكن، كما أنه لا يمكن للفلسطيني أن يحصل على الأمن، وأيضا الإسرائيلي لا يمكن له أن يحصل على الأمن إلا إذا كان هنالك فهم متبادل، وهذا لا يقوم إلا على تنفيذ الشرعية الدولية وأهمها قيام الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. هذا التوافق حقيقة هو ضروري واستمرار للدبلوماسية الأردنية النشطة في هذه المرحلة. ضروري جدا أن يكون هنالك تركيز، وهذا التركيز تقوم به الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك ووزير الخارجية. الآن الأربعاء القادم سيكون هنالك أيضا جلسة لمجلس الأمن الدولي للتعامل مع مخرجات محكمة العدل الدولية، وهذه الفترة من الآن إلى الأربعاء مهمة جدا أيضا للتواصل مع العواصم ذات التأثير، ونتمنى أن يكون هنالك تكاتف لدى جميع القوى لفعلا ردع الجانب الإسرائيلي عن التمادي. يعني نحن نرى كما ذكرت أخي حسين في التقرير أنت أن هنالك مع كل تلك النقاط التي أوضحتها أو أوضحها تقرير محكمة العدل الدولية، إلا أن هنالك انتهاكات من حيث المبدأ. الآن إذا كنا نتحدث عن يعني عندما يقول لا تستهدف المدنيين، معنى ذلك في التفسير العلمي أنك يجب أن تراقب إطلاق النار إن لم أو بما معنى وقف إطلاق النار، صح. لأنك لا تستهدف ناس على تحت الأرض، لكنك في الواقع تستهدف الناس في أماكن وجودهم فوق الأرض، وهؤلاء كلهم مدنيون كما هو واضح منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، حيث أن الأرقام كما ذكرت وصلت إلى أرقام خيالية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. نعم أستاذ زياد، يعني التأكيد الأردني على ضرورة إطلاق يعني تحرك دولي فاعل لوقف الحرب وأيضا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بما يتعلق بالسياسة الألمانية المتبعة حيال هذه الملف تحديدا أو هذه القضية، يعني هناك دعم من قبل الألمان للاحتلال الإسرائيلي وكما يسمونه حق الدفاع عن النفس، لكن بالمقابل كان هناك تصريحات تدعم قرارات محكمة العدل الدولية. الاختلاف اليوم بالموقف الألماني كيف تقرأه؟
سيدي، هذا الاختلاف هو نتيجة موضوعية لقرار محكمة العدل الدولية. دعني أقول أنه لنفترض أن مفهوم حق الدفاع عن النفس كان مبهما ما قبل القرار، الآن الأمور واضحة حيث حددت المحكمة ما هو واجب على إسرائيل الالتزام به وتقديم تقرير بشأنه بعد شهر منذ الآن. وهذا أي انتهاك لما أوضحته المحكمة الدولية في مجمل الإجراءات التي الفورية التي طلبتها من الجانب الإسرائيلي سيعتبر ليس فقط انتهاكا وإنما إثباتا على قضية جريمة الإبادة البشرية. فهذا التغير حقيقة لدى الجانب الألماني ومجمل الأطراف. نحن نعلم أن التصويت الذي حصل في محكمة العدل الدولية يعكس حتى إرادة الولايات المتحدة في نقاط عديدة. صحيح أنه لم يكن هنالك نص مباشر على وقت إطلاق النار، ولكن الترجمة القانونية والموضوعية للإجراءات التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، التفسير الموضوعي والمنطقي لها أن يؤدي إلى وقت إطلاق النار. هذا سيضع إسرائيل أمام ما ستقدمه من التزامات أمام المحكمة خلال في التقرير المطلوب منها أن تقدمه خلال الشهر. نعم أستاذ زياد، يعني أيضا بما يتعلق، جئت على ذكر ما سيحدث يوم الأربعاء من اجتماع لمجلس الأمن، هل نتوقع اليوم أن يكون هناك جهد دبلوماسي عربي من أجل الضغط يعني على مراكز صنع القرار بما يتعلق بجلسة مجلس الأمن؟ هذا بالضرورة، وأنا توقعي أن مجلس الأمن لن يخالف محكمة العدل الدولية بما ذهبت إليه. ومن الواضح أن عدم الوصول إلى نص صريح بما يتعلق بوقف إطلاق النار كان لتهيئة أجواء سياسية تمنع الوصول إلى حق فيتو. وأصلا بالمنطق القانوني والسياسي الموضوعي الوصول إلى فيتو على قرار محكمة عدل دولية تمثل الحالة القانونية للنظام الدولي خطر جدا، لأنه يهدد بانهيار كل النظام الدولي الذي بني منذ عام 1945 حتى الآن. يعني الدول حتى كانت في حالات حروب ولكنها حافظت على هذه الهيكلية، ولكن الجسم القانوني مهم جدا. لذلك ليس متوقع أن يكون يوم الأربعاء ابتعاد عن مضامين ما يعني سيكون هناك تبني لما وصلت إليه محكمة العدل الدولية، لأن ذلك يعطي الجانب الإسرائيلي فرصة خلال شهر ليتحاشى أي دلالة أنه يقوم بعملية الجريمة ضد أو جريمة الإبادة البشرية. شكرا جزيلا لك. إذا كنت معنا من عمان السفير الأسبق الأستاذ زياد المجالي، شكرا جزيلا لك. ومعنا من برلين المحلل السياسي الأستاذ علاء الدين جمعة، أهلا بك أستاذ علاء الدين. يعني نبدأ من موقف ألمانيا تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يعني هناك موقف داعم من قبل الحكومة أو السياسة الألمانية بشكل عام لما يقوم به الاحتلال وكما يسميه حق الدفاع عن النفس، لكن أيضا نستمع إلى تصريحات بوجب يعني وجوب وقف إطلاق النار وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. كيف تقرأ المشهد؟ نعم يعطيكم العافية. في الحقيقة أنه ألمانيا يعني كانت في بداية الموضوع أو بداية الأزمة لاحظنا أنه هي اتخذت منهج أكثر يعني لإسرائيل. نعم فيما يخص يا أنروفرت جهالتن بيتي وارتن في أنن مومنت بليز. أستاذ علاء الدين هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ علاء، هل تسمعني؟ نعم أسمع. تفضل أكمل. كما تكلمت سابقا قلت أن ألمانيا اتخذت منهج يعني أكثر يصب أكثر في مصلحة إسرائيل في بداية حرب غزة، يعني وكان واضح أن ألمانيا تتخذ موقف يعني لا يستطيع أن يكون أو يصب في مصلحة الفلسطينيين، خاصة أنها اعتبرت أو تعتبر يعني من يعني في السابق أن حركة حماس هي حركة إرهابية وكانت هي مكبلة في هذا الموضوع.
لاحظنا أنه تدريجيا، وكنا تكلمنا في هذا بالسابق عن طريق قناتكم الموقرة، أنه يعني ألمانيا تتجه تدريجيا نحو الاعتدال، خاصة أنه بعد ما شاهدنا أنه ضغوط دولية من الأمم المتحدة، يعني حتى دول أخرى، يعني حتى يعني ساسة في ساسة أمريكيين قالوا أنهم هم مع وقف إطلاق إنساني في غزة، وقف إطلاق نار إنساني في غزة. الآن وخصوصا بعد المحكمة، يعني حكم قرار المحكمة العدل الدولية، ألمانيا أخذت موقف أكثر شجاعة. قبل توجهها إلى الأردن، وزيرة الخارجية الألمانية أنيلينا بيربوك صرحت للإعلام الألماني يعني عقب القرار المحكمة إنه هناك قواعد يتعلق الأمر، يعني يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالحق في الدفاع عن النفس. وقالت إنه حتى لو كانت إسرائيل، يعني هي تتكلم عن حركة حماس، قالت إنه حتى لو كان القتال ضد منظمات إرهابية، يعني يجب على إسرائيل إنها تلتزم بهذه القواعد، خاصة إنه في مدنيين ووجود هناك مدنيين يتم استخدامهم ويتم يعني زج المدنيين في هذه الحرب. وبالنهاية قالت كمان إنه على إسرائيل يعني يجب أن لا تنسى إنه إسرائيل أمرت أو طالبت من السكان إنهم يتوجهوا إلى مناطق الجنوب، وهي في النهاية مسؤولة عن هذا القرار، والعديد من المدنيين الموجودين في غزة يعني ذهبوا إلى الجنوب بناء على الطلب الإسرائيلي، ولكن في النهاية يعني لم يكن هناك أي أمان يعني فيما يخصهم. لذلك أستاذ علاء قالت أن إسرائيل يجب أن لا تنسى أنها أيضا مسؤولة عن هذا القرار ومسؤولة عن سلامة المدنيين في غزة، وهو ما أردت أن أقوله أنه توجه يعني أنه نحو الاعتدال، توجه يعني بما يتعلق بالاعتدال. أستاذ علاء الدين، ما المتوقع من ألمانيا اليوم أن تتحرك باتجاه وقف إطلاق النار وأيضا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة؟ يعني الاعتدال هنا كيف سيكون؟ يعني الاعتدال يكون عادة في المطالبات. أوروبيين يعني أخذوا موقف واضح، تكلموا مع إسرائيل أكثر من مرة، يعني وزير الخارجية الإسرائيلي ويعني عدة يعني مبعوثين إسرائيليين تكلموا مع الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع، وتم طرح إسرائيل موضوع الجزيرة الصناعية، وأوروبا يعني قالت في وشكل واضح فيما انه لم يتم الالتزام بهذا القرار ماذا يعني ذلك؟ هل موجود يعني قتل الفلسطينيين؟ اوروبا اخذت موقف اكثر اعتدالا من الان، وتحاول ان تضغط على اسرائيل من اجل الالتزام بالقانون الانساني الدولي، هذا واحد. والامر الثاني انه اتخاذ تدابير مؤقته تسمح بالمزيد من المساعدات لغزه. شكرا. ولكن هل إنه ألمانيا قادرة على وقف إسرائيل في غزة لوحدها؟ طبعا لا. هل أوروبا قادرة على هذا الأمر؟ طبعا لا. للأسف أوروبا لازالت مكبلة، يعني نتيجة الحرب العالمية الثانية وتوزيع القوى والناتو والحرب الأوكرانية اللي موجودة، وصلت الفكرة. يعني أوروبا محتاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تسيرها. شكرا. هي تحاول أن تكون أكثر توازنا، تبتعد قليلا عن القرار الأمريكي ولكنها منوطة فيه. شكرا. إذن كنت معنا من برلين المحلل السياسي الأستاذ علاء الدين جمعة، شكرا جزيلا لك.